بس كده نروح ونبدأ بخبر إيجابي جدا، خبر عن ملف كلنا كنا بنعاني منه وبنطالب دايما الدولة إن هي تتدخل. قضت محكمة جنايات القاهرة دي الدائرة 23 جنايات حلوان بمعاقبة سائق التوك توك بحلوان والمتحرش بالصحفية هند عبد الستار بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه بالدعوى المدنية أيضا. الحكم ده بيعتبر رسالة طمأنة لكل فتاة إن هي تمشي في الشارع بشكل آمن، إن القانون هنا ياخذ مجراه. هند القصه خلينا نفكر حضراتكم كمان بيها، هي كانت ماشيه في الشارع عادي جدا في منطقه حلوان العام الماضي، واللي حصل ان هي فوجئت كده وهي ماشيه زي ما كلنا بنتفاجئ كده بسائق توك توك بعمال يضايقها وبيتحرش بيها وبيقول لها كلام يعني غير لائق تماما. دورت هي هنا بقى عملت الخطوه الايجابيه، دورت له وحاولت ان هي تلاحقه يعني او تجري وراه، لكن هو هرب زي اي حد جبان خسيس معلش بقى بيهرب. هنا اتمكنت هي عشان هي كانت ذكيه بقى في الخطوه دي ان هي تاخد رقم التوك توك وان هي تتعرف على ملامح السائق ده، وراحت على طول بعد ما حصل كده لاسم شرطه حلوان عشان تعمل محضر بالواقعه. وهنا بقى خلينا نقول ان هي لا اتكسفت ولا قالت مش عارف ايه وثقافه الضحيه والكلام ده كله ولا همها، وهو ده المفروض ان هو يحصل. راحت بعد كده كمان حكت الروايه للصحافه واصرت على القضيه، وهي كمان كانت بتقول ان ناس كتير كانت بتقول لها ان خلاص ونعدي الموضوع، اللي هي السلبيات والكلام اللي احنا بنقعد نسمعه للاسف من ناس سلبيه وتفكيرها سلبي ومفروض ان احنا هو ينتهي بقى من هذا المجتمع وخلاص ومش عارف ايه. هي اصرت ان هي تاخد حقها والقانون والدوله ادوها حقها واتحكم عليه ب5 سنين سجن. تحيه حقيقي لهذه الفتاه القويه، تحيه للقضاء العادل، وبجد خلينا كده نقول ان ده كده زي ما يكون مثال عبره لمن لا يعتبر. مبروك مبروك لكل البنات حقيقي، الخبر ده انا نفسي سعيده بيه. بس هي حظها حلو ان التوك توك كان مرخص برضه، احنا لسه بنتكلم لسه ترخيص التوك توك ده عايزين ندخل فيه يعني.